وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرتنا التانية، فقرة الخير برعاية مؤسسة سوفيالمي. ولسه كنا بنتكلم من شوية ان الواحد لما بيقع في أزمة او مشكلة بيلجأ طبعا لربنا، بيحاول يقرب منه، يمكن ربنا يفرج الكرب بتاعه. ومن اكتر الحاجات اللي بتفرج الكربات هي الصدقة. علشان كده اول لما يبقى عندك مشكلة طلع صدقة على طول، ان شاء الله ببركة الصدقة دي المشكلة هتتحل. لكن السؤال، هل لازم تستنى انك انت تقع في المشكلة علشان تبقى بعدها تطلع الصدقة او تنفق في سبيل الله؟ الحقيقة ان الاجابة اكيد لا. الواحد لما بيدعي ربنا وهو مضطر او يقرب من ربنا علشان عنده مشكلة بيبقى من جوه كده مكسوف شوية. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معنى مهم جدا في الصدقة والانفاق. وانا برحب بضيفي الداعي الاسلامي دكتور صالح الشواف، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ وعاء، ربنا يحفظك يا رب. عايزين نتكلم النهاردة عن الصدقة وفضل الصدقة وجمالها بجد يعني، وازاي ان هي بتغير الحياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، ديننا يا استاذه دعاء دين المرحمه ودين الرحمه ودين التعاون ودين التآلف، دين كله يعني تراحم وكله صفاء وكله موده، مش دين انعزالي او انغلاقي محدش عارف حاجه عن حد، انما دين رحمه. الجار بيرحم جاره، والانسان بيرحم قريبه، والمسلم بيرحم اخوه المسلم اللي ربما لا تربطه بيه علاقه نسب. ومن هنا جت الصدقة، فكرة في التراحم والترابط الاجتماعي والتآلف بين جميع أفراد المجتمع، إن الغني بيعطف على الفقير والقوي بيرحم الضعيف. وأثر الصدقة مش بس بيعود على المتصدق عليه اللي هو الفقير اللي بياخد الصدقة، لا، ده احنا عاوزين نقول إن اللي بيتصدق محتاج للصدقة أكتر من الفقير. ليه؟ لأن الصدقة دي بتعود عليه بفوائد كتيرة جدا، منها إن بيكون سبب في الشفاء. سيدنا النبي اللي قال لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني عندك مرض، عندك تعب، حد من أهل بيتك تعبان وعاوز ربنا يشفيه أو يرفع المرض ده عنه، تصدق. داووا مرضاكم بالصدقة صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية إن الصدقة بتكتر المال. يعني عاوز ربنا يبارك لك في شغلك، يبارك لك في شركتك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في أهلك، يبارك لك في أرضك، في تجارتك، في أي حاجة عندك، تصدق. واللي قال كده ربنا، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني ما ستخرجه لله عز وجل، الله عز وجل سيبارك لك في مالك أضعاف مضاعفة لما أخرجته. وما تنفقه من شيء فهو يخلفه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من صدقة. من ضمن فوائد الصدقة يا أستاذ دعاء، أن حضرتك وحضرتك لما تتصدقوا هتفوزوا بدعاء الملائكة. الملائكة هتدعي لكم. سيدنا النبي قال لنا كده، قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. يا رب اللي يتصدق النهاردة ويعطي الفقراء والمساكين اخلف عليه وبارك له في أهله وماله وعياله، اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيا ترى حضرتك وحضرتك يعني تحب أن تكون من أي الفريقين؟ طبعا بلا شك من الفريق الأول، أكيد. اللي الملائكة هتدعي لهم، لأن طبعاً. دعاء الملائكة ده أستاذ دعاء مستجاب، لأن ربنا قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء لا يعصون الله أبدا، عشان كده كل دعاء الملائكة مستجاب. من ضمن فوائد الصدقة إن الصدقة بتغفر الذنوب، وكلنا أستاذ دعاء عندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا تقصير في حق الله عز وجل، كلنا محتاجين توبات متتالية يعني حتى يعني يقبلنا الله عز وجل رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. أم سيدنا النبي بشرنا وادالنا بشرى لكل اللي عاوز ذنوبه تتغفر وأثامه تمحى، وقال لنا فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فكل اللي عاوز ذنوبك تتغفر وأثامك تمحى تصدق وبادر في الصدق. وعشان كده الصحابة يا أستاذة دعاء كان عندهم همة عالية جدا في الصدقة، وكانوا بيتسارعوا ويتنافسوا فيما بينهم من بعض عشان يتصدقوا. النبي في يوم دعا الناس للصدقة، سيدنا عمر قال النهاردة أبو بكر مش هيسبقني. كانوا الاثنين بيتنافسوا في الخير، وهي دي المنافسة الحقيقية يا أستاذة دعاء. النهاردة الناس في الدنيا المنافسة على الآخر، هي دي، ده اللي بيكسب هو اللي بيعمل كده. النهاردة بنتنافس، أنا فلان عنده شقة يبقى عندي اتنين، فلان راكب عربية يبقى أنا عندي عربيتين. لكن التنافس بين السلف الصالح والناس دي كان في الآخرة. عشان كده أحد السلف قال من نافسك في دنياك فألقيها في وجهه، ومن نافسك في الآخرة فنافس.
لان دي المنافسه الحقيقيه. ربنا قال فاستبقوا الخيرات، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. فهو ده التنافس الحقيقي، التنافس في الاخره والمنافسه في الاخره. فسيدنا عمر قال النهارده ابو بكر مش هيسبقني، هتعمل ايه يا عمر؟ قام جايب نص ثروته للنبي. حاجه مش سهله خالص، واحد مثلا كل اللي يملكه في الحياه مليون جنيه فجاب نص مليون لله، موضوع صعب جدا على النفس. فالنبي قال له ماذا ابقيت لعيالك يا عمر؟ قال ابقيت لهم نصف مالي يا رسول الله، نصف فلوسي. فالنبي دعاله وهم قاعدين كده، جه سيدنا ابو بكر. عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ جاب ثروته كلها من ايدين سيدنا النبي، وسيدنا النبي يقول له ماذا ابقيت لعيالك يا ابو بكر؟ يا ابو بكر سبت ايه لعيالك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. اليقين بقى، اليقين في الله. عشان كده ربنا قال لنا يا استاذ دعاء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا ايه يا رب؟ فليتقوا الله. بنسمع كتير من الناس يقول لك نفسي امن مستقبل الاولاد. عاوز تامن مستقبل اولادك، اتق الله، ومن ابواب التقوى الصدقه. نشوف مع بعض دلوقتي ومع مشاهدينا تقرير من تقارير مؤسسة